سليمان العلي، قريتي في شيري، عمري تقريبا بالأربعين سنة. نعرف بعض من نفس القرية، كنا تساعدنا يعني، نفيق من الساعة 3 نبلش نجي ننخل الطحين نخمر، بعد ما نخمر نروح نسوي التنور نحرره، نبلش عادي أنا وحدة تخبز ووحدة تقطع ووحدة تخمر، أو يجونا زبونات يشترون، نشيل حق الطحين، نشيل حق المازوت، الخمرة، الملح، الأتعاب كله نشيله والتالي نتقاسمه. أول شيء ننخل مشان إنه من وسخ من شغلة من دودة من يعني نصف ما نخلي بيه، عاد نخمره، بعد ما يخمر نبلش عاد نخبز. نجي مثلا من الساعة 3 نبلش عاد ننخل نخمره، بعد ما نخمره تقريبا نص ساعة نبلش نروح نسخن الفرن التنور، بعد ما يسخن نجي نقطع العجين، خلى التنور شوي يثي يعني الحرارة تروح ما يحترق، ونبلش عاد وحدة تخبز ووحدة تجيهن تخمر، فهم تكوع تخمر إنه ما يازينا، بدنا للساعة 10 ساعة 11 نظل نشتغل خميرة وحدة يعني عجنة وحدة ما تازي. اي والله حسب زبونات ايش قد يجي، تقريبا كيسين نخبز. اي والله صار لنا يمكن تقريبا نص شهر. يجي زبونات مثل يطلب خبز الصاج نعمل له خبز الصاج، اللي يجي بده تنور نعمل له تنور. ما تتخمر، اعجنها مو مثل خبز التنور، اعجنها على الصاج شويه نطيها رخاوه وترتاح، اقطعها وابلش عاد اخبز على الصاج. عندنا عجانبي، عندنا بوابير، بس حسب كل قدمت لنا ياسمين العجانة، البابور اللي طبعا نخبز عليه، يعني كله قدمته لنا ساعدتنا به. الحمد لله متونسين على الشغل ومبسوطين، والله شجعونا ويعني مبسوطين، ويعني مثل ما تقول شجعونا على انه خبزنا لهم وهيك ومبسوطين علينا. وزاد اقتصاد المرأة زاد ساعدنا. شلون بيساعدكم؟ يساعدنا بالطحين، يساعدنا بالمحروقات، يعني يساعدونا. عند الزلمة يطلع برا احنا نشتغل، احنا نساعد، احنا نخبز، احنا نسوي اكل، احنا يعني مثل ما تقول نساعد المجتمع. مريم حسن العلي، انا يعني مواليد 79، انا من علاي ومجوزة بالبشيرية. قالوا لي تعالي يعني نسوي هالمشروع، أنا زاد أفرح إني أشارك معاهم ويعني أتعب معاهم وأشتغل معاهم عادي وأقل من عادي. طب شو رأيك؟ إي والله الحمد لله المشروع كتير كويس، قاعدة العالم تأخذ خبوز تروح الصبح فرحانة، أحسن من تظل هيك. إحنا يعني هسه على المشروع ما شاء الله جديد والعالم تجي، بس شوي تتطور راح تصير ناس تتطلب وتجي. اي والله النساء هي تكداح وتربي وما تخلي، يعني المرأة على طول ما تخلي قصرة، تربي وهي تطبخ والرجال على طول يكون موجود بتشول، هي تكافح بالبيت، المرأة على طول كادحة اعتماد على النفس فضيلة ورحمة من رب العالمين. لما انت تشتغلين بيدك هذه رحمة، اول مرة يصير يعني بجريتنا هالمشروع واحنا نفتخر بيه، وبالعكس يعني لما نتجمع وانت تساعد هاي زينة، يشتغلن النساء ويتكاتفن ويتساعدن هاي حلوة زينة، يعني ما عندها المشكلة لما نتساعد هذه زينة. هذا هستع انه بهستع متوفرة لنا الحمد لله انه نقدر ندبرها، وهستع جعد بالعكس يعني نشتغل جو الحر هذه صعبة، بجعد نتحملها جباري، وباشر بالشتة ما أنا نقدر يعني انه نكافح، إن بدنا يعني شوي اذا حدا ساعدنا بعد احسن. اي والله كلها تعتمد على فران، ما حد يعتمد على حاله، قام كل الاعتماد على فران وعلى كل شيء، تركن كل شيء، الدور الاول تركنه. مع انه خبز الصاج اطيب وشغله البيت احسن وكل شيء، بس هسه ما عاد يستعمل هذا الشيء، هذا تركن كل شيء ما هي. ليش برايك ليش تركوا هي؟ اي والله هاي ترجع لهن، انا ما اعرف ليش تركن. إيه يتعبون وما يحب، يحبنا الرفاهيه، يحبنا الراحه. أردت تتوسع أكثر بعد أحسن، يعني إحنا نحب إنه توجد بكل القرى مشان ما حد يحتاج، ما حد يعيش بأزمة، إن يعني نوسع مشروعنا ونحب إنه يعني يتوسع أكثر وأكثر مع الأيام.